عناصر الفيو بورت اللي هتتعرف عليها من خلال الدرس ده، وايه القوائم الموجودة فيه، والفيو بورت لاي اوت ازاي تتحكم في توزيعه. ايه تاني محتاج اعرفه عن واجهة البرنامج والفيو بورت؟ هلاقي ان انا عندي هنا الفور ويندوز بتوع الفيو بورت. هنمسك ويندو منهم، الويندو ده هلاقي عندي الثلاث حاجات دي مكتوب عندي. في اول حاجة هنا برسبكتيف، اول حاجة دي بتمثل المسقط. لو دوست كليك يمين عليها هلاقي برسبكتيف التوب البوتوم الفرونت الباك الليفت الرايت، او الاورثوغرافيك دي مكتوب عليها برسبكتيف، دي مكتوب عليها فرونت، وهنا التوب وهنا الليفت. لو رسمنا حاجة اوضح من البوكس مثلا التيبوت ده، هلاقي هنا البرسبكتيف وهنا الفرونت اهو، هنا التوب وهنا الليفت. طب لو انا مش عايز البوكس اللي على اليمين تحت ده هو البرسبكتيف، لا ادوس كليك يمين، انا عايز ان ده هو الفرونت، وعايز اللي الفرونت ده لا ده انا عايز ده اللي هو الليفت مثلا، بقدر اغيره من هنا، بدوس كليك يمين وبغيره. او بالاختصارات اللي ظاهرة عندي هنا، مجرد ان انا اكون واقف على الويندو دي ادوس مثلا F بيخليها فرونت، L ليفت، T يقلبها لي توب، وهكذا. نفس الموضوع في اي ويندو من الفور ويندوز دول. تاني حاجة عندي هنا اللي مكتوب عليها ديفولت شيدنج، لو دوست كليك يمين عليها بيديني كذا تأثير للمشهد. لو غيرتها بص هلاقي تأثير جديد، لو غيرتها لفلات كولر هلاقي انه عامل لي لون ساده، لو غيرتها للكلي يديني تاثير الكلي، وعندي اكتر من تاثير تاني. هلاقي الكالر بنسل، الانك، كالر انك، خلينا نجرب مثلا كالر بنسل، هيبان لي كانه الوان زي الوان خشب او كانها رسمه. نرجع للوضع الاساسي اللي هو الديفولت شيدنج. بعد كده عندي تقسيمات الفيو بورت دي، لو انا عايز اغير الاربعه ويندو دول مش مريحني، عايز اغيرهم او اقسمهم تقسيمه تانية. لو دوست تاني على التاثيرات بتاعه الشكل في اي ويندو من الاربعه، كليك يمين واخترت فيو بورت باك جراوند، كونفيجر فيو بورت باك جراوند، هدخل على قائمه لاي اوت، هلاقي انه مديني اكتر من اختيار للي اوت اقدر اختار ما بينها. ده الديفولت اللي موجود دلوقتي للاربع ويندو للفيو بورت. ممكن انا ارتاح لو انا محتاج بس اتنين مثلا، هنا اظهر التوب وهنا اظهر الفرونت، او هنا اظهر الليفت وهنا اظهر التوب. ممكن انا عايزه ويندو واحد بس، ايه اللي يريحك. خلينا نختار مثلا الاتنين دول وادوس اوكي، هيبقوا عندي بس اتنين فيو بورت. ادي مثلا لو دوست L زي ما قلنا اختصار L بيديني ليفت مثلا، وهنا ادوس مثلا F يديني فرونت. انا مجرد طبعا ان انا بدوس على الفيو بورت من غير ما ادوس كليك، يعني مثلا وقفت بالماوس هنا من غير ما ادوس كليك ودوست بس F بيغير لي فرونت، ادوس L يديني ليفت، ادوس T يديني توب. فمش محتاج ان انا ادوس واختار الفيو بورت وبعد كده اعمل الشورت كات، لا مجرد ان انا بس اقف عليه بالماوس وبدوس على الشورت كات بتاعه تي توب اف فرونت وهكذا. او ان انا زي ما احنا قلنا ان احنا لو دوسنا كليك يمين هنا بيظهر لي المساقط اللي انا عايزها. عندنا ايه بعد كده؟ الكيوب ده، الكيوب ده بتاع ايه؟ الكيوب ده بيتحكم لي بالمساقط المختلفه للموديل او الالمنت اللي انا شغال عليه. لو دوست هنا هيجيب لي توب، لو اخترت السهم الصغير ده هيروح جايب لي فرونت، ادوس هنا تاني هلاقيه بيحركني ليفت، ادوس على نفس السهم تاني الباك، لو دوست تحت هيديني البوتوم، لو دوست فوق تاني كده هيرجعني الباك. وبرضه هلاقي لو وقفت على الكورنر بتاع الكيوب نفسه مش السهم بيديني الزاوية 45 بتاعة الشكل، وبرضو نفس الكلام فوق هنا لو وقفت على الكورنر بتاع الكيوب
بيديني الزاوية الـ45، بيديني مسقط 45 باصص على الموديل بتاعي. وعندي برضو الزوايا دي بقدر اختارها بنفس الطريقة دي، بيتحرك حوالين الموديل بتاعي. ودي طريقة تانية للنافيجيشن حوالين الموديل، طبعا على حسب الظرف اللي انت شغال فيه، يعني على حسب اوقات بتحتاج ان انت تعمل نافيجيشن بالماوس، اوقات بتحتاج الكيوب ده في حاجات معينة، واوقات بتحتاج ان انت تستخدم القائمة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي بغير بيها المساقط او باختصاراتها على حسب احتياجك وقتها.